كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة، لكن في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: في طريقة صف الجنائز عندما يكون هنالك ذكور وإناث وصغار وكبار أطفال وبالغين، قال: وإذا كانت الأموات جماعة رجالا ونساء وأطفالا، قدم الرجل إلى الإمام، ثم الطفل الذكر، ثم المرأة، ثم الطفلة. إذن من الأقرب إلى الإمام؟ البالغ الذكر. ومن الأقرب إلى القبلة وجدار المسجد؟ الطفلة الأنثى. هذا لو كانوا على هذه الأصناف الأربعة، ذكر بالغ، ذكر صغير، أنثى بالغة، أنثى صغيرة. فهكذا نرتبهم بين الإمام والقبلة. وبالتالي فإننا نجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. فالآن أجب على السؤال: حضر عندك وأنت إمام جنازتان، قالوا لك: هذه جنازة طفل ذكر وجنازة أنثى، رتب. يقدم في صف الجنائز الذكر ولو كان صغيرا على الأنثى ولو كانت بالغة. طبعا من ناحية يعني بعد الأنثى عن الإمام مراعى واضح، يعني أنه يقدم الطفل الذكر على الأنثى. طيب، هل هناك أدلة؟ جاء عن نافع أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا. ترى الصحابة مرت عليهم يعني أوقات عصيبة، يعني مثلا طاعون عمواس، طاعون كل يوم يموت ممكن مئات عشرات في الطاعون. صلى ابن عمر على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد. سبحان الله، هذا زيد بن عمر الصغير مات، وعمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن أبي طالب مع فارق السن، يرجو كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، يرجو أن تكون المصاهرة مع علي رضي الله عنه من أسباب الصلة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك، يعني الصغير قبل. قال: فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، صحابة كبار، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. رواه النسائي وصححه ابن حجر في التلخيص، وحسنه النووي وصححه الألباني. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: ويكون وسط المرأة حذاء رأس الرجل. طيب كيف نرتب الآن؟ رأس الرجل أمام الإمام، بعده وسط المرأة. فإذا الجنائز لن تكون متوازية تماما، يعني متعامدة على بعض تماما، سيكون شيء ينسحب يمينا وشيء ينسحب شمالا، لنراعي موضوع رأس الرجل وسط المرأة في صف الجنائز أيضا. وفي المغني: ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال،
ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، انتهى. وإذا اجتمعوا من جنس واحد، يعني تعدد الرجال مثلا، ماذا نفعل في الصف؟ جاءوا لنا الآن بخمس جنائز كلها رجال، نقدم إلى الإمام أعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في دفن شهداء أحد الأحفظ الأكثر قرآناً في القبر، قدمه في اللحد، فهذا يدل على أن العالم أو الأعلم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. يعني نأخذها بالسن ولا بالنسب، نقول من آل البيت أو القرشي أو الأشراف أو، ولا نأخذها بإيش؟ ماذا؟ بالأعلم. وفي الإنصاف لو اجتمع رجال الموتى فقط أو نساء فقط، فالصحيح من المذهب أنه يسوي بين رؤوسهم،